من هذا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المقالة بغزة إسماعيل هنية بعدد من الفصائل الفلسطينية، جاءت محاولة تحريك ملف المصالحة الوطنية عبر مقترح تقدم به هنية بتشكيل لجنة تبحث آليات تطبيق اتفاق المصالحة. الفصائل المجتمعة رحبت بالاقتراح ووعدت بتشكيل اللجنة خلال أيام. لا يمكن أن نواجه الموقف الأمريكي والإسرائيلي المتغطرس إلا بالوحدة الوطنية، وبالتالي في هذا السياق نحن سنذهب سنرحب بهذا المقترح ونباركه، وسنعمل على تشكيل اللجنة الوطنية المصغرة لبحث آليات تطبيق الاتفاق حتى نصبح على مسافة قريبة إن شاء الله من المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني عما قريب إن شاء الله. تغيب حركة فتح عن حضور الاجتماع وضع علامات استفهام كبيرة حول آلية عمل اللجنة ومصيرها، رغم إعلان الفصائل أنها ستضع الرئيس محمود عباس في صورة عملها. من المستبعد أن يعمل اجتماع الفصائل بالأمس على إحداث أي اختراق في ملف المصالحة لعدة أسباب. أولاً، غياب حركة فتح عن هذا الاجتماع وهي جزء أساسي من مسألة الانقسام. ثانياً، ملف المصالح هو في أيدي الراعي المصري ومصر منشغلة بأوضاعها الداخلية. وثالثاً، يبدو أن الفصائل فقط أرادت أن ترسل رسالة وتقول بأننا فعلنا كل ما نستطيع، ولكن هذا الانقسام يبدو أنه من غير الممكن إنهاؤه في الوقت الحاضر. الكثير من اللجان سبق تشكيلها لغرض تنفيذ المصالحة، سمع عن انطلاقتها ولم يسمع شيء عن عملها، وهذا ما يفسر عدم تحمس الشارع للفكرة. لكن وإن قل مستوى تفاعل الفلسطينيين مع خبر يتعلق بالمصالحة الوطنية، ثمة من ينظر بعين الإيجابية لاجتماعات الفصائل تطلعا لدور أكبر لها في تجاوز الخلافات وحل كثير من مشكلات الحياة اليومية في القطاع. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.